خلينا اول شيء نشرح مفهوم الباندويث. باندويث يعني في عندي باند اوف فريكوانسيز. اي سيستم سواء كان ميكانيكي او كهربائي انا ممكن ادخل له ساينوسويدال ويف فورم، مظبوط؟ وهاي اذا كان هو كهربائي راح تكون هاي الكتريكال سيجنال، اذا كان ميكانيكي راح ادخل له ميكانيكال سيجنال. يعني ممكن سيستم اعمل له شيكينج واشوف الريسبونس تبعه، وهذا السيستم فيه له انبوت وفيه له اوتبوت، وراح ينتج عندي هون اوتبوت، وهاي في لها فريكوانسي معينه. اذا هذا السيستم لينير طبعا الاوتبوت ايش راح ايش لازم يكون؟ نفس الفريكوانسي وساينوسويدال، بس ايش راح يختلف بين الانبوت والاوتبوت؟ الجين والفيز. تمام، هاي متفقين عليه. فاي سيستم لينير سواء كان ميكانيكال او الكتريكال او حتى فلويديك الى اخره، انا ممكن ادرس الفريكوانسي ريسبونس كاركترستكس تبعته. انا بدرس هون على فكره كبلاك بوكس، انا ما في حاجه اعرف التفاصيل الداخليه تبعته. تمام، هذا ممكن ينطبق بشكل رئيسي طبعا عندكم على السنسرز، ولذلك اذا بختار سنسر الانبوت الها ساينوسويدال بدي انتبه على الفريكوانسيز اللي بتقيسها. ما بصير تروح انت تختار سنسر عمالها بتقيس فريكوانسيز الرينج واسع لواحد ميجا وهي ما بتقدرش تعمل ريسبونس غير ل 10 كي. ماشي، اذا عندي اي سيستم انا بقدر ادرس هاي الكاركترستكس تبعته، ادرس الباندويث والفريكوانسي ريسبونس تبعه. هلا هذه دائما ساينوسويدال والاوتبوت راح يكون ساينوسويدال. اذا هذا السيستم لينير راح يختلف معي الجين والباندويث، الجين والفيز. فحتى اعبر عن العلاقه هاي ما بين الانبوت والاوتبوت لاي سيستم، وطبعا انا ماخذ بلاك بوكس ابروتش بغض النظر ايش الموجود هون. وعبرنا احنا عن الجين اخذناه ب 20 لوج الاوتبوت على الانبوت، بشرط طبعا انه يكون شيء بيمثل الفولت ما بيمثل باور. تمام، هذا ما بيمثل الباور 10، اذا كانه باور حتى لو كان ميكانيكال راح تصير هاي 10، بس يمثل سيجنال مربعها بيساوي الباور. شو بعمل؟ اوكي ماشي واضح. يعني لو كانت فولتج هاي، لو كانت اوتبوت فولتج في اوت على في ان راح تكون هذه 20 لوج، لانه الفولتج مربعه اللي بتناسب مع الباور مش هو. فهاي بتكون 10 لوج الاوتبوت باور على الانبوت باور، او 20 لوج الاوتبوت سيجنال على الانبوت سيجنال، وير ذا سيجنال هاي مربعها بتناسب مع الباور. اذا احنا عمالنا بنقول راح ادخل فولتج، راح اطلع فولتج، راح ادخل ديسبيسمنت، راح اطلع ديسبيسمنت، راح ادخل ايش ما كانت السيجنال اللي انا عمالي بدرسها من هون، وراح يعطيني اوتبوت على انبوت. طبعا واضح لما الانبوت يساوي الاوتبوت. هلا ايديال، شو الايديال سنسر بدنا اياه يكون؟ الايديال اكتويتر انبوت يساوي الاوتبوت، بدي هاي تكون زيرو، زيرو دي بي طبعا مش هيك؟ وايش بدي بالفيز؟ زيرو ما بدي يكون في عندي فيز شيفت، لا بدي اعمل فيز شيفت. ايديالي لو عندي سنسر زي هيك، هيك بدي هالسنسرز تكون، وهذا يروح لوين؟ انفينيتي. انفينيتي هذا طبعا غير واقع، في الواقع ما بقدرش احققه. فاحنا مقرين انه في النهايه راح يصير في عندي هذا السنسر، راح يوصل مرحله مش راح يقدر يكمل، راح تبدا تختفي الاوتبوت. يعني جيب انت اكسلروميتر ودخل على الاكسلروميتر سيجنال الفريكونسي تبعتها 10 ميجا هرتز، مش راح تشوف اوتبوت. فايش عماله بيصير في الجين تبع هذا؟ وليش هذا خط مستقيم؟ متذكرين ليش هذا خط مستقيم؟ 20 دي بي. انا باخذ 20 دي بي، ها؟ والميل تبعه بتناسب مع الاوردر تبع هذا السيستم، واخذته بالكنترول، رح تاخذه ماينس 20 ماينس 40 ماينس 60 حسب ال... وهذه عندي هون 0 دي بي، وهذه رح تصير ماينس 20 او ماينس 40 او ماينس 60 دي بي بير ديكيد. اذا الباندويث تبع هذا السيستم بناخذه من النقطة هاي اللي هي الماينس 3 دي بي بوينت ناقص 3 دي بي. اذا نزلت 3 دي بي عن ونزلت خط، هاي يعتبر الباندويث اللي هو هاف باور، ناقص 3 دي بي يعني هاف باور، يعني هون السيجنال عم بتطلع لي بس نص الباور. هذا السنسر او الاكتويتر اذا بدي اشغله، بدي اشغله خلال الباندويث، بدي اشغله بالفتره هاي اللي موجوده هون. وحتى في بعضهم بيكون عنده بنزل الجين حتى على اللو فريكونسي حسب ايش السنسر اللي موجود. بعدين نفس الشيء بدي اطلع على الكاركترستكس اللي موجوده هون، مثلا فرضا هاي كانت زائد 45 مثلا تعطيني ناقص 45 درجه، او زائد 90 ناقص 90 حسب شو الكاركترستكس اللي موجوده هون. عماله بتعمل فيس شيفت للانبوت والاوتبوت، السيجنال عماله بنعملها فيس شيفت من هون. هذا هلا هذا الباندويث اللي موجود هون لهي السنسر بتلاقيه بالداتا شيت، راح اقول لك هاي الباندويث تبعها 100 كي 100 كيلو هرتز او 10 كيلو هرتز او 5 كيلو هرتز حسب ايش الفريكونسي تبعت هاي السنسر او الترانسيوسر. هلا اللي كنا نحكي عنه بالنسبه للانسترومنتيشن امبليفاير، احيانا هذا الجين هذا الباندويث بيعتمد على الجين اللي انا حطيته للامبليفاير، لانه انا الامبليفاير مش بقدر اعمل له سيتنج للجين تبعه. مش كنا نعمل هيك نعمل هيك؟ فانا صرت احدد الجين باستعمال الترانزستورز.
لما حددت الجيم المشكله بتصير عندي انه احيانا الباندويث هذا صار يعتمد على الجيم. فانا بدي احاول بالانسترومنتيشن امبليفاير اوصل لمرحله انه حتى لو غيرت الجيم ما يتغير الباندويث. اوكي ماشي. وهلا راح نشوف كيف الانسترومنتيشن امبليفاير بحط ريزيستر واحد بس، ريزيستر خارجي واحد، قيمه هذا الريزيستر هي بتحدد الجيم لهذا الانسترومنتيشن امبليفاير، والمفروض انه ما يتاثر الباندويث بقيمه هذا الجيم اللي موجود. ماشي واضح؟ هذا مفهوم مهم الفريكونسي.